دشنت منظمة حقي للدفاع عن الحقوق والحريات المرحلة الأولى من الرصد والتوثيق للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في محافظة أبيان من خلال استطلاع ميداني يستهدف الأمومة والطفولة في النطاق الجغرافي للمحافظة. تجربة لاستهداف الأمومة والطفولة في المحافظة حتى نخرج بتقرير متكامل حول القصور أو ما يتعرض له الطفل في هذه المحافظة، على اعتبار أن هذه المحافظة تعرضت لنزاعات أو تتعرض ولا زالت تتعرض لنزاعات مسلحة وأعمال اقتتال. وبحسب بيان المنظمة فإن مشروع الاستطلاع الميداني يأتي كنواة أولى في المحافظة، تليها خطوات متلاحقة للمناطق الأخرى المتضررة. يعني من خلال يعني معرفتنا الآن نعرف إيش المشاكل اللي يعانيها الطفل هنا في محافظة أبيان، لأن من المحافظات اللي دمرت، يعني يمكن من 2011 ما في السلطات، ما فيش أي جهات تقوم بالاهتمام يعني بالمجتمع ككل. الخطوة الأولى للرصد تأتي بداية لتوثيق الانتهاكات في بلد يعد من أوائل البلدان الموقعة على اتفاقيات حقوق الطفل، وتعطيه الحق في الحصول على كل أساسيات الحياة بعيدا عن النزاعات السياسية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.